بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: ترك الوضوء مما مست النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الطهارة. فلما أكمل مالك رحمه الله تعالى باب ما لا يتوضأ منه، وهو ذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف هل هي ناقضة للوضوء أم لا، أتبعها بهذا الباب الذي هو باب ترك الوضوء مما مست النار. فقال: ترك الوضوء مما مست النار، كأنه يوحي إلى أن ما مسه النار قد جرى الخلاف فيه هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، إلا أنه هو اختار أنه ليس بناقض فذكره في هذا الباب، ولم يذكره في الباب السابق لقوة الخلاف في هذه المسألة، لهذا أفردها وعزلها عن الباب الأول لقوة ما جاء فيها من الآثار ومن الأحاديث، فلهذا أفردها في باب وسماه باب ترك الوضوء مما مست النار. نريد في هذه الترجمة أننا نبين أمور ثم نبدأ في سرد الأحاديث التي أوردها مالك في ذلك. مالك يقول: باب ترك الوضوء مما مست النار. طيب، ما معنى مست النار؟ يعني كل شيء عولج بالنار من طبخ أو قلي أو شوي أو غيره، فهذا يعتبر قد مسته النار ويدخل تحت هذه الترجمة. فهل إذا أكل شيء عولج بالنار تجب منه الوضوء أم لا؟ فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني، قال مالك: باب ترك الوضوء، كأنه يوحي إلى أن فيه أحاديث أو فيه أمور توجب الوضوء، لهذا قال ترك، كأنه يوجد شيء كان قائم ثم إيش؟ ثم ترك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو أن ترك الوضوء مما مست النار قد جاءت فيه أحاديث وآثار، حتى يقول الإمام السخاوي رحمه الله في شرحه على ألفية العراقي بأنها قد بلغت درجة التواتر في كلا الجانبين، أحاديث تقول بالوضوء وأحاديث لا تقول بالوضوء، وقال قد رويت عن 60 شخص، هذا يقوله الإمام السخاوي. والإمام السيوطي في الأزهار في الأحاديث المتواترة ما ذكر هذا، لكن استدركه عليه الإمام الكتاني في النظم وعدله أكثر من 14 نفس، وروي من الجانبين في أحاديث الوضوء مما مست النار وفي أحاديث الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار. هذه المعاني التي نحن نذكرها سوف تنفعنا في فهم شرح الأحاديث، فلهذا ينتبه إليها كثيرا. فإذا وردت أحاديث من الجانبين وقد بلغت درجة إيش؟ التواتر. قال مالك رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مست النار. نحن لازلنا إلى الآن بسط الأمور التي تتعلق بالترجمة. صنيع مالك هنا بعدما أشعرك بأنه يوجد في هذه المسألة خلاف، لم يسق في هذا الباب إلا الأحاديث والآثار التي تنص على عدم الوضوء، فقد أورد فيها حديثان متصلان صحيحان وحديث مرسل وستة آثار عن الصحابة على رأسهم الخلفاء الأربعة. فمالك ماذا فعل؟
ساق فقط الأحاديث التي تنص على عدم الوضوء، وتابعه على هذا الصنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فالبخاري رحمه الله في صحيحه بوب باب من لم يتوضأ من أكل الشات، ثم ذكر آثار عن الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم ساق أول حديث الذي ساقه مالك هنا ألا وهو حديث ابن عباس. وأعرض كذلك الإمام البخاري عن الأحاديث التي تنص على إيش؟ على الوضوء. طيب، هذا مسلك مالك ووافقه عليه مين؟ البخاري. الإمام مسلم رحمة الله عليه وعلى أئمتنا، وتابعه الترمذي والنسائي وابن ماجه، خالفوا في هذه المسألة من ناحية المنهجية. فهؤلاء الأربعة مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم ساقوا أولا الأحاديث التي دلت على الوضوء، ثم أتبعوها بالأحاديث التي أوردها مالك والبخاري، وجمعوا بين الأحاديث، لكن بيّنوا على أن هذه متأخرة وهذه إيش؟ متقدمة. الإمام أبو داود رحمة الله عليه في سننه وافق الجماعة، فقد أورد إيش؟ الأحاديث من الجانبين، إلا أنه خالف في الترتيب، فقدم هذه الأحاديث التي تنص على عدم الوضوء، ثم أردفها بباب آخر وقال باب التشدد في ذلك، فساق الأحاديث التي تلزم الناس بالوضوء. واضح؟ واضح إلى الآن؟ طيب، الذي عليه الآن الشراح خاصة من صاحب البدل وصاحب العون في سنن أبي داود، شرحوا السنن على أساس أن أبا داود ممن يختار القول العكسي، لأنه خالف إيش؟ في الترتيب. قولهم هذا فيه نظر، لأن الذي درسناه على مشايخنا في سنن أبي داود فإن أبا داود يخالف الترمذي في التبويب، فالترمذي دائما يقدم المتقدم ثم المتأخر، العام ثم الخاص، المنسوخ ثم إيش؟ الناسخ. أبو داود في الترتيب دائما يعكس، يقدم الخاص ثم يتبعه إيش؟ بالعام، يقدم المنسوخ ثم يتبعه إيش؟ بالناسخ، لأنه يقدم ما عليه العمل، يقدم إيش؟ ما عليه أي نعم، يقدم ما عليه العمل، ثم ينبه إلى أنه يوجد خلاف في ذلك. فالإمام أبو داود كذلك مع الجمهور في هذه المسألة، لا كما شرحه ما عليه الشراح في سنن أبي داود. واضح هذه المسألة؟ طيب، الآن عندنا مسلكان، مسلك مالك والبخاري ومسلك بقية الستة، أي المسلكين أوجه؟ سؤال لا نجيب عليه إلا في نهاية الشرح وفي نهاية الدرس، حتى نكون قد استوعبنا المسألة، فلهذا أكتب عندك هذا السؤال حتى لا يفوتك. هذا المعنى الرابع في الترجمة. بقي معنى آخر في هذه الترجمة، وهي أن علماءنا، أو قبل هذا المعنى معنى آخر، هو أن هذه الترجمة باب ترك الوضوء مما مسته النار، يذكر العلماء من الفقهاء والمحدثين تحتها مسألتين اثنين. المسألة الأولى هي هل ما مسته النار إذا أكل ينقض الوضوء، وهي التي معنا، والمسألة الثانية هل أكل لحم الجزور اللي هو الجمال ينقض الوضوء على الخصوص أم لا. فإذا عندنا مسألتان، لهذا هذا الباب إن شاء الله سنقسمه على درسين، الدرس هذا وسنتناقش فيه المسألة الأولى، وبقية الكتاب نكملها في الدرس القادم ونناقش مسألة الجزور. واضح؟ طيب، المعنى الخامس الذي معنا في هذه الترجمة كذلك، يقول علماؤنا إن مسألة الوضوء مما مست النار هي مسألة ساقطة الاعتبار، مسألة ساقطة الاعتبار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه قد وقع الخلاف في عصر الصحابة، ثم في عصر التابعين، وبعد عصر التابعين وقع الإجماع على أنه لا يتوضأ مما مست النار إلا لحم الجزور، فلهذا تسمى إيش؟ مسألة
ساقطة الاعتبار، يعني الآن هي غير موجودة. وممن حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر والإمام النووي والإمام الشعراني والباجي، فهؤلاء كلهم نقلوا الإجماع على أنه لا يتوضأ مما مست النار إلا الجزور. فهذه مسألة استثنيناها وسنتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. واضح هذه المعاني؟ اتضحت؟ فهذه المعاني كلها إن شاء الله سوف تساعدنا الآن في شرح هذا الباب إن شاء الله تعالى. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهبة وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فقرب، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. بدأ الإمام مالك رحمه الله الآن في سرد الأحاديث التي تنص على عدم الوضوء مما مست النار. فبما أن الإمام مالك أعرض عن الأحاديث الأخرى فنحن نذكرها ثم نبدأ في هذه الأحاديث. أما مسألة ما مس النار، ما مسته النار من الطعام إذا أكل هل ينقض الوضوء، قلنا وقع الخلاف في عصر الصحابة ثم في عصر التابعين ثم انقرض الخلاف. فأما في عصر الصحابة فقد قال به طائفة من الصحابة وعلى رأسهم أبو هريرة وأمنا عائشة وأمنا حبيبة وأنس وغير ذلك من الصحابة، وقال به من التابعين الحسن البصري وأبي قلابة وأبو قلابة وعمر ابن عبد العزيز، وقال به مكحول ثم رجع عنه، وتبنى هذا المسلك الإمام ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك. فهؤلاء وعدة آخرين من الصحابة ممن قال بهذا القول، استدلوا على هذا أو الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت من حديث عائشة وأبي هريرة أخرجه مسلم أنهما قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. وأخرج مسلم كذلك من حديث زيد بن ثابت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار. فهذه أحاديث صريحة صحيحة دالة على وجوب الوضوء مما مست النار. الإمام ابن شهاب الزهري يقول هذه الأدلة التي جاءت تدل على أن ما مسته النار إذا أكله الإنسان يجب عليه الوضوء من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها كلها قولية والأحاديث الأخرى فعلية، والقول مقدم على الفعل عند علماء الأصول، هذا أولا. ثانيا قال هذه الأحاديث ناسخة لهذه الأحاديث لأن هذه مع البراءة الأصلية والأخرى رافعة للبراءة الأصلية، لأن هذه ما توضأ لكن الأخرى توضأوا، فإذا هذه متأخرة إيش على هذه. ثم قال لو لم يكن ذلك لما خفي ذلك على أمنا عائشة وأم حبيبة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الاستدلال؟ واضح. أعيد الآن هذه الأحاديث التي سقناها
أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وضمنها في كتابه وبقية أصحاب السنة. وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولا أن هذه الأحاديث قولية، وهذه الأحاديث التي سوف نراها معنا هي أحاديث إيش؟ فعلية، وعند علماء الأصول القول مقدم على إيش؟ الفعل. هذا أولا. ثانيا هذه الأحاديث التي هي تقول توضأ هي أحاديث ناقلة عن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هي إيش؟ هي عدم الوضوء، مثل هذه الأحاديث. والأحاديث الأخرى تقول توضأ، فدل على أن هذه متأخرة وهذه إيش؟ متقدمة، لأن الأصل ما كانوا يتوضأون ثم قال توضأوا، واضح؟ فهذا عنده دليل على التقدم. والأمر الآخر قال لو لم تكن هذه ناسخة لهذه لما قال بذلك أو لما خفي على عائشة وأمنا حبيبة رضي الله عن زوجات النبي صلوات ربي وسلامه عليه، واضح الآن؟ طيب، هذا الآن مسلك الذين أوجبوا الوضوء. سنبدأ الآن في مسلك الذين إيش؟ لم يوجبوا الوضوء. قبل أننا نبدأ، هذه المسألة تعتبر مسألة طرية، وطراوتها أنها فيها مجال للأخذ والعطاء بين الفريقين، وتسمى بمسألة التعارض والترجيح. والتعارض والترجيح هو آخر أبواب الأصول، لأنه جاءتك آثار وأحاديث فأنت في حيرة من أمرك أيهم تقدم، وهو من أصعب أبواب الأصول، حتى يقول الإمام النووي قال لا يقدم عليه إلا من جمع الفقه والحديث والأصول، واضح؟ فلهذا نحن نبسطها إن شاء الله كي نتدرب ونتعاون على هذه المسألة. بادئ ذي بدء سوف نذكر مسألة يسميها علماءنا بقانون التعارض. قانون التعارض ينبغي لطالب العلم ألا تغفل أو ألا يغفل عنه هذا القانون إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه. طيب، فقانون التعارض نبدأ به. التعارض، يقول العلماء إذا تعارضت عندنا الأدلة فهذا التعارض لا يخرج عن قسمين اثنين: إما أن تكون هذه الأدلة المتعارض فيها متفقة أو مختلفة، وهذا أول تفريع. عندنا أدلة متعارضة فننظر هل هذه الأدلة متفقة أو مختلفة، والمقصود بالاتفاق هو أنها في نفس الدرجة من الثبوت ومن الدلالة، واضح؟ فيعني لا يمكن أن تقول تعارض حديث ضعيف وحديث صحيح، أو حديث متواتر وحديث أحاد، أو حديث ظاهر نص في المسألة وأحاديث محتمل. فالمقصود بالاتفاق هو اتفاق في قوة الإسناد وقوة الثبوت وفي قوة الدلالة، واضح؟ فإما أن تكون متفقة على هذا النحو، وإما أن تكون مختلفة. فأما إذا كانت مختلفة فاتفق العلماء على أن العبرة بالقوي. إذا تعارض معنا حديث أحد مع متواتر يقدم المتواتر ولا يرقى هذا إلى مرتبة التعارض. فأما إذا كانت متفقة كأن تكون قطعية فيما بينها أو ظنية فيما بينها، وهو الشق الثاني. إذن التعارض إما أن يكون متفق وإما أن يكون إيش؟ مختلف. إذا كان مختلف فالعبرة بالأقوى، إذا كان متفق فهنا تنظر هل يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع. فإن أمكن الجمع، والجمع لا يخرج عن صورتين: إما بالتخصيص وإما بالتأويل، يعني يركب عام على خاص، أو التأويل يحمل هذا على شيء ويحمل هذا إيش؟ على شيء، وبذلك نسلم من التعارض. بالتخصيص وإما بالتأويل. طيب، لم يمكن القسم الثاني إيش هو؟ أنه لا يمكن لنا إيش؟ الجمع، لا يمكن لنا الجمع. فإذا لم نستطع أننا نجمع بينها ننتقل إلى هل يمكن
أن يرجح أحدهما على الآخر أم لا؟ إمكانية الترجيح أو لا يمكن هناك ترجيح؟ إذا أمكن الترجيح والمرجحات كثيرة حتى عدها الحازمي إلى 51 مرجح، وهذه يذكرها علماء الأصول. فإن أمكن الترجيح مثلا يرجح الصحابي كثير الذي طالت صحبته مع الذي لم يصاحب كثير، وهكذا من المرجحات التي إن شاء الله سوف نذكرها في خلال شرحنا لهذه الأحاديث. طيب، أمكن الترجيح قلنا بالراجح دون المرجوح. طيب، إذا لم يمكن الترجيح، فإذا عندنا الآن لا يمكن الترجيح ولا يمكن الجمع وهي متفقة. إذا لم يمكن الترجيح نظرت هل علم المتقدم من المتأخر أم لا؟ فإذا علم المتقدم من المتأخر يحكم بالنسخ، فالمتأخر ينسخ ويقضي على المتقدم، واضح؟ إذا لم يمكن أو جهلنا المتقدم من المتأخر فهنا يؤتى بمسألة التوقف، ويحرم الإقدام على أحد الدليلين من غير الآخر. فما هو الحل؟ لابد أن يذهب ويؤتى بأدلة أخرى، واضح؟ هذا هو القانون الذي يسميه علماؤنا بقانون التعارض، واضح؟ هذا لابد أن يحفظ، لابد إيش؟ أن يحفظ، لأنه ما من مسألة إلا وقع فيها التعارض. فأنت إذا حفظته تستطيع إذا جئت للمسألة الفقهية الخلافية أن تخرجها في أي درجة من الدرجات، واضح؟ طيب، يحتاج نعيد ولا نمشي؟ نمشي. إذا علمنا المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، إذا جهلنا وما علمنا توقفنا، واضح؟ طيب، من هذا كله نخرج إلى مسألة واحدة، هي أنت قلت بأنه إذا علم المتقدم من المتأخر، يتكلم علماؤنا على مسألة وهي ما هي الطرق التي يعرف فيها المتقدم عن المتأخر، أو مثل ما يعبر عنها علماء الأصول معرفة أو الطريق في معرفة النسخ. يقول العلماء معرفة النسخ بأربعة طرق لا محال، بل يقول كما قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى: النسخ لا يثبت بعقل ولا بقياس، لا يثبت بعقل ولا بقياس، بل طريقه النقل محض. طريقه إيش؟ النقل. وهذا النقل لا يخرج عن أربعة حالات. الحالة الأولى أن يأتي في ما جاء به الشرع دال على التأخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهنا من هذا الحديث فهم هذا الأول. الأمر الثاني هو أن يعلم التاريخ من خلال مجموع الحديثين، كما يقول الإمام الشافعي فيما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحتجم. وفي الحديث الآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقال الإمام الشافعي: حديث ابن عباس صاحب ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع يعني في السنة العاشرة، بخلاف الحديث الأول فقد جاء أنه كان في خيبر، فدل على أن هذا متقدم وهذا إيش؟ متأخر. وهذه المسألة إيش؟ الطريقة الثانية. الطريقة الثالث هي أن يقع الإجماع، أن تقع الإجماع من الأمة على أن هذا منسوخ، وهذا يمثل له بحديث ابن عباس في سنن أبي داود في شارب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجلد يجلد يجلد، فالرابع قال: اقتلوه، وهو حديث صحيح، إلا أنه وقع الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل ولو كان إيش؟ في الرابع، فالإجماع يدل على ذلك. بقي معنا الطريق إيش؟ الطريق الرابع، وهو أن يصرح الصحابي بذلك، كما في الحديث قول الصحابي: كان الماء من الماء في بداية الإسلام رخصة، ثم وجب علينا أننا نغتسل من مجرد الجماع ولو من غير إنزال. فهنا الصحابي بدلالة لفظه اتضح المتقدم إيش؟ من المتأخر، وهو أن يصرح الصحابي بذلك. هذه الطرق الأربعة يتفق عليها المحدثون والأصوليون،
فقد اتفقوا على أنها يثبت بها النسخ، إلا أنهم يختلفون في جزئية واحد وهي قول الصحابي. فقلنا الصحابي إذا قال إيش؟ إذا بين. لكن إذا قال الصحابي هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث إيش؟ منسوخ. فهل هذا يعتبر؟ نعم، الصحابي إذا ذكر الحديث الناسخ والمنسوخ يعتد بقوله، لكن إذا قال هذا منسوخ وسكت فهل يعتبر هذا منسوخ حقا؟ هنا يخالف علماء الحديث والمصطلح علماء الأصول. فعلماء الأصول يقولون لا، لا يثبت النسخ إذا قال الصحابي هذا منسوخ، بل لا بد أن يبين. ليش؟ قالوا لإمكانية أن يصدر هذا من الصحابي اجتهادا، اجتهاد. أما علماء المصطلح قاطبة يقولون لا، ولو قال الصحابي هذا منسوخ فيعتد بقوله. وما قال علماء الحديث أقوى، لأن الصحابي عدالته وورعه يمنعه من أن يقول هذا منسوخ ولم يجزم أو لم يطلع على إيش؟ على أنه منسوخ حق. واضح؟ طيب، هذه الأمور التي تعرف بها إيش؟ النسخ. نريد ننبه مسألة أخرى وهي من القواعد الثلاث الآن التي أخذتموها، وهي مسائل أو أمور لا يعتبر بها معرفة النسخ. من غير هذه الأمور الأربعة لا يمكن أن تعرف النسخ. من بين هذه الأمور التي لا يعتد بها في معرفة النسخ صغر الصحابة. فإذا روى حديث صحابي كبير والصحابي صغير، لا نقول ما رواه الصغير مقدم على ما رواه الكبير. والأمر الآخر مسألة الإسلام، صحابي أسلم في من مكة والآخر أسلم في المدينة، فلا يقال من تأخر إسلامه حديثه ناسخ لإيش؟ لمن تقدم إسلامه. واضح؟ والأمر الآخر الأحاديث التي تثبت حكم لا يدل على أنها ناسخة للأحاديث التي لم يأتي فيها حكم. واضح؟ الأحاديث التي أثبتت حكم وأحاديث سكتت عن الحكم، لا يقول مثل البراءة الأصلية، مثل إيش؟ البراءة الأصلية، حديث قال أنت بالخيار وحديث قال افعل، لا يمكن أن تقول الحديث الذي قال افعل هو ناسخ للحديث الذي قال أنت بالخيار، مثل ما قلنا الآن في استدلال ابن شهاب الزهري. واضح؟ ابن شهاب الزهري ماذا قال؟ قال عندنا أحاديث هذه النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يتوضأ، وعندنا هذه أحاديث قال توضأوا، فهذا أكل ولم يتوضأ هذا الأصل. فلما جاءت هذه وقال توضأوا دليل على أن هذه متقدمة وهذه إيش؟ متأخرة، لأن هذه فيها زيادة علم. واضح؟ فلهذا يرد الآن على أول مسلك قاله ابن شهاب الزهري من هذا المنطلق، فيقال له ليس الأحاديث التي هي ناقلة عن البراءة الأصلية ناسخة. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن لرب العالمين وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع أمر كان قد وجد ورفع، بل معظم النسخ هكذا. الآن علم الله فيكم ضعف فخفف عنكم، وإلى ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني رحمة من الشرع بنا على أنه أسقط علينا أمورا كانت قد شرعت عليه. واضح؟ فإذن أحاديث ناقلة عن البراءة لا تعتبر ناسخة لغيره. واضح؟ طيب، واضح هذه المسالك؟ نعم. لا، ليست قاعدة، لا يدل على أن التخفيف متأخر، كما لا يدل على أن التشديد متقدم، لأن ممكن أن يشدد وممكن أن يخف. نعم، واضح؟ الآن هذا الكلام الذي قلناه الآن نبدأ الآن في ضبط هذه المسألة به. نعم. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حسبك. طيب، بدأ مالك رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ. هذا حديث صحيح أخرجه عن الإمام مالك البخاري ومسلم. الآن مالك بدأ في إيش؟ في ذكر الأحاديث التي ترد المسلك الأول.
علماءنا رحمه الله تعالى الذين قالوا بأن ما لا يجب الوضوء مما مست النار استدلوا بهذه الأحاديث، لكن الإشكالية ليس في الاستدلال، الإشكالية كيف ترد على الأحاديث الأخرى، واضح؟ فكان لأئمتنا في رد تلك الأحاديث ستة مسالك سوف نوزعها على هذا على هذه الأحاديث. فنبدأ إن شاء الله. المسلك الأول يسميه العلماء بمسلك عموم البلوى، وهذا المسلك يسلكه محققي السادة الأحناف رحمة الله عليهم وعلمائنا. فإن السادة الأحناف في كتبهم يقولون: والأحاديث التي جاءت في الوضوء مما مست النار هذا أمر تعم به البلوى، أمر إيش؟ تعم به البلوى، وما كان طريقه عموم البلوى لا يقبل فيه الآحاد بل يشترط فيه الاستفاضة. وهذا مسلك يسلكه السادة الأحناف وله وجهة من النظر. نحاول أننا نبين هذا المسلك عند السادة الأحناف، نضرب مثلا حتى يتضح هذا المسلك. الشيخ عبد المحسن حضر اليوم الدرس، لا سمح الله ما حضر. غدا التقى مع أسامة فسأله كيف الحال، قال بخير الحمد لله. قال كيف الدرس البارح؟ قال والله جيد. طيب، إلا أن الشيخ سقط من كرسيه. الدرس جيد ولكن الشيخ إيش فعل؟ سقط من الكرسي. قال طيب. بعدين تقابل مع الأخ هذا، قال كيف الدرس؟ قال جيد الحمد لله. ثم تقابل مع الشيخ، كيف الدرس؟ قال الحمد لله. ثم مع فلان. فالآن هو يقول طيب، كون الشيخ سقط من الكرسي ما رآه إلا أسامة؟ ما يمكن، كلهم رأوه. فهذا هو عموم البلوى. يقول السادة الأحناف: الوضوء مسألة شائعة، فكونها تنقل بشيء يؤكل والناس كلهم يأكلوا لابد أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفاضة، وإلا كانت علامة استفهام. علامة الاستفهام هذه لا تقتضي عند السادة الأحناف تخطئة صاحب الحديث، وإنما يقولون فيه إمكانية التأويل. فيقولون بما أن أسامة رجل عدل ثبت، لا نقول بأنه قد أخطأ، وإنما نقول كونه قال بأن الشيخ سقط من الكرسي ممكن يقصد بها أن الشيخ تحرك حركة قوية، أو أن الشيخ كاد أن يسقط، واضح؟ فهذا هو المسلك الذي يسميه الأحناف مسلك عموم البلوى، واضح؟ وهذا نص عليه الإمام الجصاص في أحكام القرآن، ونص عليه الزيلعي في تبيين الحقائق، والإمام الكساني كذلك في البدائع. واضح هذا المسلك؟ طيب، نحن إن شاء الله المسالك الستة هذه نذكرها ثم نذكر الرد عليها. فإذا المسلك الأول سلكه بعض السادة الأحناف وقالوا إن الأحاديث التي جاءت في الوضوء مما مست النار لم تكن بأحاديث مستفيضة، فلهذا لا يمكن أن يقال بها، كما يفعل السادة الأحناف في أحاديث مس المرأة وفي أحاديث مس الذكر، هل هي ناقضة الوضوء؟ نفس المسلك هنا، واضح؟ طيب، واضح هذا المسلك؟ واضح المسلك؟ طيب، كيف يرد على هذا المسلك؟ الله يفتح لك. يرد بما قدمناه في المقدمة الأولى على أن الإمام السخاوي عده من المتواتر، واضح؟ فإذا خرجنا الآن من هذا المسلك، واضح؟ طيب، المسلك الثاني من المسالك التي كيف تعومل مع الأحاديث الأخرى يسميه العلماء مسلك النسخ، وهو في تعريفه رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم أو بدليل شرعي آخر متراخ عنه. يعني هذه الأحاديث منسوخ، لكن نحن ماذا قلنا؟ شرط النسخ إيش؟ أن يعرف الوقت ويعرف المتقدم من المتأخر. لهذا اختلف من قال بمسلك النسخ
والذي قال بمسلك النسخ جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، اختلفوا في هذا المسلك على ثلاثة اتجاهات في الأحاديث التي نسخت هذا. واضح؟ الاتجاه الأول هو الحديث الأول هذا، اقرأ أول حديث. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. طيب، قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ. قال الإمام الشافعي كما روى عنه حرملة والزعفراني وحديث ابن عباس من أبين الدلالة على أن أحاديث الأمر بالوضوء منسوخة. فإذن الشافعي أول اتجاه اختار هذا، وقال الذي نسخ تلك الأحاديث هو حديث ابن عباس. لماذا؟ قال لأن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عباس صحب إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة أو 14 سنة، فدل على أن ما نقله هو الناسخ لما تقدم، وهذا مسلك الإمام الشافعي. واضح؟ طيب، كيف يرد على هذا؟ الله يفتح عليكم. مثل ما قلنا بأن النسخ لا، لأن ابن عباس لا يبعد أن يكون سمع هذا الحديث من صحابي أكبر منه، ولأن الصحابة كان ينقل بعضهم عن بعض. طيب، هذا الاتجاه الأول من المسلك الثاني. الاتجاه الثاني وهو في ما هو الذي نسخ الأحاديث الأخرى هو الأحاديث الثاني الذي أورده مالك. نعم، ماذا قال الحديث الثاني؟ أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحبة وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فقرب فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. طيب، هذا الحديث الذي هو حديث سويد هو أصحاب قال به أصحاب الاتجاه الثاني من المسلك الثاني، وتزعم هذا الاتجاه أبو بكر بن العربي في عارضته على الترمذي ونسبه إلى الإمام مالك. يقول أبو بكر بن العربي إن المتفحص لصنيع مالك في كتابه الموطأ في ترتيبه وحسنه إلى ذلك يدل على أن حديث سويد هذا، وحديث سويد هذا صحيح إلا أنه أخرجه البخاري عن مالك ما أخرجه مسلم، أن حديث سويد هذا ناسخ. لماذا؟ قال لأن في حديث سويد قال عام إيش؟ عام خيبر. قال فهذا الحديث ذكر فيه إيش؟ التاريخ. والقاعدة تقول إذا تعارض عندنا حديثان وأحدهما علم تاريخه والآخر لم يعلم قدم ما علم تاريخه على ما لم يعلم. هذا قول مين؟ قول أبو بكر بن العربي، ولمح إلى أنه إلى مذهب الإمام مالك. واضح؟ المهم الآن واضح الاتجاه؟ هل نسلم له لا نسلم هذا شيء آخر، لكن هل هو واضح؟ هو جاء بقاعدة، قال إذا تعارض عندنا حديثان واحد معلوم التاريخ والآخر غير معلوم التاريخ قدم معلوم التاريخ على الآخر. يقول الشيخ يوسف كان دهلوي رحمة الله عليه ترتيب الإمام مالك على الرأس وحسنه وحسن ترتيبه وتأليفه للموطأ، إلا أن القاعدة التي قالها أبو بكر ليست بمسلمة، لأن الذي جهل التاريخ يمكن أن يكون هو متأخر عن الآخر، فشرط النسخ العلم بهما، ولا يجوز أن يقال بالنسخ إذا علم أحدهما دون الآخر. واضح؟ طيب، هذا المسلك إيش؟ هذا الاتجاه الثاني من المسلك الثاني. بقي معنا الاتجاه الثالث وهو الذي عليه جماهير أهل العلم ممن قال بهذا المسلك، وهو أن الذي نسخ هذه الأحاديث هو حديث جابر أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، أن جابر قال
كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهنا صرح الصحابي صراحة بأن آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك، فدل على أن هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث الأخرى. واضح؟ طيب، هذا الحديث الذي هو حديث جابر ذكره الإمام مالك، إلا أنه ذكره مرسل عن محمد بن المنكدر، لأن محمد بن المنكدر رواه عن جابر. فلهذا سوف نرجع الكلام على هذا المسلك وعلى هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. واضح؟ فإذا هنا قد انتهينا من المسلك إيش؟ من المسلك الثاني. فإذا تكلمنا على مسلك إيش؟ عمومي البلوى، وتكلمنا على مسلك النسخ. المسلك الثالث يسميه العلماء مسلك التأويل، مسلك التأويل. والذي يدل على هذا المسلك هو هذا حديث سويد. اقرأ فقط ماذا قال سويد. ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فقرب، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. المسلك هذا الثالث هو مسلك التأويل، ويتزعمه ابن عباس رضي الله عنه في طائفة من أهل العلم، فقالوا لما جاءنا هذا الحديث دل على أن الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء يقصد بها الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، لأنه الآن تمضمض، والوضوء في لغة العرب هو النظافة، فكأنه قال تنظفوا واغسلوا أفواهكم وأيديكم مما مست النار. واضح؟ وهذا هو التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره من كونه لفظا شرعيا إلى كونه لفظا لغويا. واضح المسلك هذا؟ هذا ماذا يسمى مسلك؟ مسلك التأويل. هذه القصة جرت بين أبي هريرة وابن عباس. أبو هريرة، والقصة أخرجها الترمذي، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال له ابن عباس أفتتوضأ من الحميم؟ أفتتوضأ من الدهن؟ فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. أبو هريرة يقول قال رسول الله توضأوا مما مست النار. ابن عباس قال طيب نتوضأ من الحميم، ما معنى الحميم؟ الماء المسخن، الماء إذا سخناه الآن مو يجوز تتوضأ به، إذن ما هو مسته النار كذلك كيف تتوضأ به؟ واضح؟ فإيش رد عليه أبو هريرة؟ قال يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. كان شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرحه لسنن الترمذي يقول هنا وفي هذا دلالة واضحة على أن السنة لا يحاب فيها أحد ولو كان صحابي من الصحابة، بل إذا جاءت السنة لا يضرب لها الأمثال ولا تعارض بعقل. واضح هذا الكلام؟ كأن شيخنا ماذا فعل؟ وقف في إيش؟ وقف في صفي، في صف أبي هريرة. لكن والعلم عند الله، إذا تأملت هذا تجد بأن ابن عباس رضي الله عنه ما عارض حديث رسول الله ولا ضرب له الأمثال، بل هو صحابي جليل، وهو أرفع من أن يفعل هذا، بل نقول إن ابن عباس ما عارض حديث رسول الله، وإنما عارض فهم أبا هريرة لحديث رسول الله، والفهمان لا حرج أن يتعارض. فقال له أنت لما قال أنا توضأ من الحميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأوا مما مست النار لم يقصد الوضوء الشرعي الذي أنت فهمته، بل هو قصد الوضوء إيش؟ اللغوي، بدليل أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة وما توضأ. واضح؟ فإذا كنا إذا وقفنا هذا الموقف صحابيان واجتهدا فيما بينهم، وليس مثل ما قال الشيخ على أنه ابن عباس قد صادم الحديث
بالرأي. الذي يقوي هذا أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في شرح معاني الآثار أورد حديثا مثل هذا، وهو حديث حسن الإسناد، أن هذه المناظرة جرت كذلك بين أبي هريرة وابن عمر، فأبو هريرة لما حدث بالحديث قاله ابن عمر: أفنتوضأ من الماء الساخن؟ فقال له أبو هريرة: إنما أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوس، إنما أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوس. فقال ابن عمر: لعلك تنزع إلى قوله تعالى: إنهم قوم خصمون. هذا الحديث، هذا الأثر يمكن أننا نفهمه على نفس الفهم، إما الفهم اللي قلته أنا أو الفهم الذي ساقه الشيخ، وهو أنت من قريش وأنا من دوس، وأنتم أهل قريش أهل اللسان وعقولكم عالية، وأنا من دوس، هذا الذي فهمته، وهو المسلك الذي نسلكه مثل الأول. أو تقول قال: لأنكم أنتم من قريش دائما تجادلون وتخاصمون. أقول: قال رسول الله وأنت تجادل، واضح؟ إلا أن حمله على المعنى الأول أقوى، الذي هو على أنكم أنتم أولى. لهذا مثلا أبو هريرة لما جاء رضي الله عنه قال، لما قال السكين قال: ما أعرف أنا ما هذا السكين؟ قال: هي في لغتنا المدية. قال: ما سمعت بالسكين إلا من فم رسول الله. فلا يبعد أن يقع ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقصد بها الوضوء اللغوي وليس بها الوضوء الشرعي. هذا المسلك إيش؟ مسلك التأويل، واضح المسلك؟ طيب كيف يرد على هذا المسلك؟ لأن كل هذه المسالك ما خلت من ردود. يرد عليها، نعم، لا، هو الآن أول قال بأن الوضوء هنا الوضوء اللغوي، يرد أولا بالقاعدة الأصولية، الله يفتح عليك، على أن ألفاظ الشرع تحمل على مدلولها، إلا أن يرد، أي فهو يقول لك الآن ما عندي أنا دليل، فإذا لكنه رد، لكن تقول: أنا لا أسلم بهذا الدليل. والأمر الآخر الذي انتصر إليه ابن عبد البر ورد هذا القول، يقول ابن عبد البر: إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، وقلت هو الوضوء اللغوي، طيب ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض ثم قال: إن له دسما؟ فأنت تقول: توضأوا مما مست النار، يعني تنظفوا فقط إيش مما، طيب والذي ما مست النار ما تتنظف منه؟ فدل على أن الحمل اللغوي ضعيف، بل الأصل أنه حمل شرعي. إذا قلت بأنه حمل لغوي يعني ما عندك نسخ وما عندك أصل الحكم، ما كان حكم، لأن قال النظافة، والنظافة على الاستحباب، واضح؟ فإذن هذا المسلك كم؟ الرابع. المسلك الثالث من مسالك الجمهور، الذي هو مسلك النسخ. عندنا مسلك عموم البلوى، وعندنا مسلك النسخ، وعندنا مسلك التأويل. طيب يبقى معنا المسلك الرابع، وهو مسلك التساقط، مسلك التساقط. ودليل هذا ما أورده الإمام مالك بعد هذين الحديثين، اقرأ ماذا قال مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التميمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. مالك عن ذمر بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضيان مما مست النار. مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ فقال: رأيت أبي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ. مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه
أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. طيب، هنا ساق لك الإمام مالك رحمة الله عليه بعدما ذكر لك الحديثان الصحيحان عن رسول الله فعل الصحابة، ساق أولا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاء ببعض الصحابة البقية. هذه الآثار كلها آثار صحيحة الإسناد، كلها آثار صحيحة الإسناد ثابتة عن الصحابة، إلا الحديث الذي ساقه معلقة. قال مالك بلغني أن علي بن أبي طالب وابن عباس، وهذا إيش؟ حديث إيش؟ معلق، إلا أنه ثبت عنهما كما أخرجه البيهقي في السنن بإسناد صحيح عن علي وابن عباس أنهما أو هما وكل هؤلاء الصحابة أكلوا ما مست النار ولم يتوضأوا. جاءنا المسلك الرابع الذي هو إيش؟ مسلك التساقط. مسلك التساقط هو أنه لما تعارضت أحاديث الباب والأحاديث التي تأمر بالوضوء تركناها ونظرنا إلى الخارج، أي الدليل أو أي الأدلة التي ترجح أحد هذين المتعارضين؟ في مسلك التساقط عندنا اتجاهين، عندنا اتجاهان. اتجاه الأول وهو الذي يقوله الإمام مالك، قال الإمام مالك فيما رواه عنه محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهم يقول قال لمالك إذا جاءك الحديثان عن رسول الله وهما متعارضان فانظر إلى ما فعل أبو بكر وعمر، فإن فعل أحدهما وترك الآخر فاعلم أن الحق فيما فعله. فالإمام مالك ماذا يفعل الآن؟ يأتي بالدليل الآخر الذي هو فعل الصحابة، وعلى الخصوص أو يخص منه فعل أبي بكر وعمر، فالذي فعله أبو بكر وعمر هو الذي يدل على أن الآخر منسوخ. واضح هذا المسلك؟ هذا مسلك الإمام مالك، وكذلك مسلك الإمام الأوزاعي، واختاره الإمام النووي رحمة الله عليه. يقول الأوزاعي كان مكحول، مكحول التابعي معروف وهو من أفقه فقهاء زمانه، كان يتوضأ مما مست النار حتى لقي عطاء بن أبي رباح فقال له عطاء حدثني جابر ابن عبد الله أنه تعشى مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ، فترك مكحول الوضوء مما مست النار. فقيل له في ذلك، فقال مكحول لئن يخر أبو بكر من السماء إلى الأرض أهون وأحب إليه من أن يخالف سنة رسول الله. وهذا التسليم المطلق لهذين الصحابيين ألا وهما أبو بكر وعمر. واضح؟ وهذا المسلك الذي سلكه الإمام مالك، فقال لما تعارضت عندي الأدلة وجدت أن أبا بكر وعمر يأخذون بهذه وتركوا الأخرى فأنا أقول بقولهم وأعتبر أن الأخرى منسوخة. واضح؟ طيب، هذا الاتجاه الأول من المسلك الرابع. الاتجاه الثاني من المسلك الرابع وهو مسلك الإمام الطحاوي، وهو أنه لما تعارضت وتساقطت يرجع إلى الأصل، يرجع إيش؟ إلى الأصل. يقول الإمام الطحاوي في معاني الآثار، الآن عندنا أحاديث متعارضة فتركناها، فجئنا إلى ما مست النار، ما مست النار مثل اللبن إذا طبخ في النار وجفف، اتفق العلماء على أن الشيء قبل أن تمسه النار لو أكل لا ينقض الوضوء، يعني لبن لو شربته قبل ما مسته النار بالاتفاق هؤلاء وهؤلاء. نعم، فإذا وين الإشكال؟ الإشكال هو هل النار لها تأثير أو ليست لها تأثير؟ واضح؟ فاستقرأنا الشرع فوجدنا أن الشرع الماء الذي سخن بالنار يجوز أن يتوضأ به، والدهن إذا سخن بالنار يجوز بأن يدهن به، فدل على أن النار ليست لها تأثير، فكذلك ما مسته النار وإذا أكل لا يتوضأ منه. واضح؟ هذا يسمى مسلك الأصل، وهو الرجوع إلى الأصل إذا تعارضت الأدلة. واضح هذا المسلك؟ طيب، مسلك الإمام مالك هذا لابد أننا نستصحبه معنا إلى الدرس القادم إن شاء الله.
وهو العبرة بما فعله أبو بكر وعمر. ونذكر الآن فقط حديث مما يقوي هذا المسلك، وإن شاء الله ننبه عليه في الدرس القادم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما كانوا في السفر، كانوا في الطريق في السفر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم معه 6 من أصحابه، من بينهم أبو قتادة. وأنتم تعرفون جيش يمشي في الليل أكيد ناس تتقدم وناس تتأخر. فلما صبحوا الذين ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا، هل رسول الله سبق أو هو متأخر؟ الحديث في صحيح مسلم صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للستة الذين معه، هم يختلفون الآن، يعني الصحابة الذين تركتهم يختلفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وأبو بكر وعمر يقول إن رسول الله أمامنا. وبالحق كان رسول الله أمامهم. فالعبرة عندنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعة هذين الإمامين، حبهما في الدنيا والحشر معهما في الآخرة. لكن هذه ليست دعوة ختام، نريد أننا نكمل المسالك. قلنا 4 مسالك، بقي لنا مسلكان. طيب، واضح المسلك هذا واتجاهه الاثنين؟ نعم. لا، إذا اختلف هؤلاء الاثنين لابد ينظر إلى موضوع آخر. هنا قال إذا اتفق أبو بكر وعمر، وبهذا نستطيع أننا نرد على الإمام بن شهاب لما قال على كيف يخفى على عائشة وأم حبيبة، فنعكس عليه ونقول: وكيف يخفى على أبي بكر وعمر وهما أشد صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نكمل البقية حتى ما نقطع الدرس، واصبروا علينا. بقي معنا المسلك إيش؟ المسلك الخامس. المسلك الخامس هذا يقول أصحابه بأنه مسلك الجمع. مسلك إيش؟ الجمع. ويتبنى هذا المسلك الإمام الخطابي والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، فإنهم يقولون أو قالوا: تحمل أحاديث الأمر التي جاءت وأمرت بالوضوء تحمل على الندب، فإذا انصرفناها من الوجوب إلى إيش؟ الندب. والدليل الذي دل على أنها للندب لا للوجوب هو هذه الأحاديث التي معنا. واضح هذا المسلك؟ أظن أنه مسلك إيش؟ واضح، وهو صرف اللفظ من الوجوب إلى الندب لوجود هذه الأدلة. إلا أنه يعترض على هذا المسلك بالآثر الذي أورده الإمام مالك بعد هذه، وهو سوف نرجئه إلى الدرس القادم، على أن أنس لما جاء عند أبي طلحة وتوضأ فقال له: هذه عراقية يعني التي جئت بها؟ فأنكر عليه أنه توضأ. اقرأ. مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضيا. إذن أبو طلحة وأبي بن كعب أنكر على أنس لما توضأ إيش؟ إيه؟ فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يحمل على الندب، لأنه لو حمل على الندب لما أنكر عليه، لو كان في الجمع محمول على الندب. وهذا الأثر سوف نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. بقي معنا المسلك الأخير الذي هو إيش؟ المسلك السادس. وهذا المسلك يسمى مسلك الإجماع، أو على الخصوص مسلك إجماع أهل المدينة. والذي يتزعم هذا المسلك هو الإمام الزرقاني في شرحه على الموطأ. يقول الإمام الزرقاني رحمة الله عليه: نحن هذه المسألة مو قلنا بأنها مسألة انتهيت وبعد التابعين وقع فيها الإجماع؟ قال: بما أنه ثبت فيها الإجماع، الإجماع هو الذي دل على أن هذه منسوخة وهذه إيش؟ وهذه ناسخة. واضح المسلك الذي قاله الزرقاني، وهو مسلك الإجماع. الآن قلنا بأن الخلاف وقع بين الصحابة وبين التابعين، في تابع التابعين لم يكن هناك خلاف إلى وقتنا الآن،
لا يقول أحد من الناس على أن ما من أكل ما مسة النار على أنه يتوضأ به. قال هذا الإجماع الذي وقع دليل على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. واضح؟ طيب هذا مسلك الذي سلكه الإمام الزرقاني. طيب أنا أسألكم الآن سؤال. نحن لما قلنا في الأمور الأربعة التي يعرف بها الإجماع يعرف بها النسخ من بينها إيش؟ طيب ما هو الفرق بين الإجماع الذي قلناه والإجماع الذي قاله الزرقاني؟ الله يفتح لك. الإجماع الأول هو إجماع لم يسبقه خلاف، وهذا إجماع قد سبقه خلاف، لهذا هذه مسألة أصولية خلافية عند العلماء، هي إذا وقع الإجماع بعد الخلاف هل يسمى إجماع؟ واضح هذه المسألة؟ طيب هذه مسألة أصولية نختم بها إن شاء الله الباب. الآن الشرط الإجماع على أنهم يتفق الأمة على مسألة. طيب عندنا الآن الأمة اختلفت على قولين، ثم أحد الأقوال انقرض وبقي واتفقوا على قول واحد، هل هذا الاتفاق يعتبر إجماع أو لا يعتبر إجماع؟ وقع الخلاف بين علماء الأصول، بعضهم قال يعتبر إجماع وبعضهم قال لا يعتبر إجماع لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها. واضح؟ إلا أن الصحيح من في علم الأصول على أنه يعتبر إجماع، أنه إذا انقرض القول بحيث أن الأدلة واضحة جلية في كلاهما وانقرض أصحابه دل على أن الإجماع يثبت. ثم اختلفوا ممن قال بأن الإجماع يثبت بعد انقراض القول الأول، أيهم أقوى، الإجماع الذي لم يسبقه خلاف أو الإجماع الذي سبقه خلاف وقع الخلاف؟ بعضهم قال الإجماع الذي لم يسبقه الخلاف أقوى، وبعضهم قال لا، من علماء الأصول المحققين قالوا الإجماع الذي سبقه الخلاف أقوى. ليش؟ لأنه تمخض بعض ما بحثت المسألة، فكونها بحثت وأدلتها قائمة ثم انقرض ولم يقل أحد بهذه الأدلة دل على أنه إجماع قوي أقوى من الآخر. واضح؟ وبهذا نختم إن شاء الله الدرس ونعتذر عن الإطالة، وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.